أجواء أكثر من رائعة هون من بيال، مباشرة عم نطلع من بيال وبتنضم بحلقتنا هلأ مباشرة تنتحدث أكثر أيضا بجمالوكي كون مع السيدة زينة صايغ. أهلا وسهلا فيك من شركة فتال. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك زينة صايغ معنا لليوم. بداية خبرينا عن هالإيفنت، كيف شايفتي وكيف شايفي كمان ردود فعل الناس؟ كتير حلو وكتير انترستينج لكل اللي بحب الدومين البيوتي وكل اللي بحب دومين الكوزماتيكس كمان. يعني اليوم كوزماتيكس رح نحكي عن كلارنس. صح صحيح. اليوم شو رح نلاقي بكلارنس غير انه السيدة يمكن عندها المان فيه اكتر بهالبراند؟ كلارنس مينلي هو براند فرنسوية موجودة صار لها أكثر من 60 سنة بدومين الكوزماتيك. الحلو فيها أنه الاهتمام هي بالسيدة. نعم. بلشت بالسبا بالمساج، منجاوب على متطلبات السيدات شو عايزون باليوميات، وخاصة بلش بداياتنا بكلارنس بكل شيء انستيتيو كل شيء مساج. نعم. سو مينلي اليوم رح نحكي أكثر شيء عن تريتمون منقدمون والسيدة دي شو رح تلاقي فرق ساعة تروح على سبا كلارنس الموجود عندنا ياه بلبنان. نعم. خبرينا كمان اكثر عن النشاطات يلي رح تقدموها بجمالك كون. عاملين هلا سبيشال اوفرز اكيد للسيدات الموجودين، عندهم غنج زياده عنا اذا توجهوا على هيدي هي الرساله. ما هيك هيدا اشرحي لنا عنا. سو من بعد نهار طويل ستريس وضغوطات موجوده مينيموم يجي يرتاحوا عنا، يعملوا بادي مساج، يعملوا فيشل ديتوكس فيشل تنشيل كل هالستريس كل هالسموم اللي عم تخنقنا بشرتنا. نحن كارلا هلا بعد شوي اكيد بعتقد انا وكارلا بس نخلص حنمرق كل الستات نستفيد منهم. ناطرينكم لانه عن جد يعطيكم العافيه انه كثير حلو. ثانك يو. يعني كلارنس دائما معروفه بالبامبرينج بتاعتي للومن، قد ايه كمان اشتراككم بهيك ايفنت مهم لكم ودايركت، واللي مش جديد عليكم انتم دائما في دايركت كوميونيكيشن مع التواصل دايركت مع الزبونه. اليوم شو عم بتشوفوا شو عم تختبروا مع هالايفنت الكبير؟ انه الزبونات بتحب تتغنج بتحب تهتم بحالها، بس نحن اللي بهمنا كمان تتعرف على كلارنس مزبوط، تعمل مساجات عنا. مساجاتنا يما الاهتمام نهتم فيه غير انه في عندها كل سيده عندها مثل كونسلتيشن اذا شيء بنقدر نعرف هي شو بحاجه لها خلال النهار، شو عم بتقضي ضغط ستريس، بشرتها ممكن يكون عندها متطلبات ثلاث اشياء بذات الوقت. وقت نقدر نعملها اذا بتكون فوكسينج على تارجت معين. مشان هيك بالتريتمنت اللي بنقدمه بسباياتنا في عندنا تريتمنت تختص بالوجه، بنعمل بتفوت من اول ما تفوت عندها ميوزك بترخي لها اعصابها، بنبلش من الراس لحد الاصابع ريلاكسيشن تنسيها الهموم الموجوده فيها. عندنا سبلمنت موجودين بقلب السبا السبيشال الموجودين عندنا اياهم لانه نخلطهم تتلاقي هالزبونة نتيجة أكيد فعالة وكلياتهم مستخلصين من الأعشاب. اليوم برأيك المرأة اللبنانية يمكن قد هي بحاجة لحتى لإيفنت مثل اليوم أكيد يلي عملتها مجلة جمالك وجمالك كون؟ اكيد بحاجه على طول تتعرف تشوف اشياء جديده، خاصه انه هلا كل شيء ديجيتال انستا فيسبوك كثير السيدات عم بتلاحق هذا الموضوع، وقد ما نعلمها ونضلنا نعلمها كيف تعمل مكياجها كيف تهتم ببشرتها. نعم. هيك معارض كثير بتساعدها تتحسن كمان وتكون على ملاحقه الموضه. يعني عادة بيعملوا هيك سيمينارز وسبيكرز وبلوجرز وworkshops للبروفيشنالز، ولكن اليوم بجمالك كوم هي للببليك أيضا. يعني نحن ندعي الجميع مشان تينزلوا ويشوفوا إنه يعني عم بيشوفوا هلا مشاهد مباشرة على الهواء إنه للكل. هو للكل قدي كمان هذا as a marketing بيساعدكم أنتوا كلارنس؟ أكيد لأنه إيفنت كتير مهم وأول إيفنت جمالك بتعمله، سؤال شيء يمكن نحن نكون موجودين معهم. ككلارنس براند معروفه وبلبنان عندها موجوده باحلى اذا بدك ببارفيمري بمولز موجودين، سو اهم شيء نحن نكون موجودين ونوصل انه كمان للسيده انه كلارنس برودكت كثير مهم
وحلو تستعملوا وحلو تجي وتشوفوا. بعد عنا بكرة كمان كتير مهم يجوا يزورونا، خاصة أن السيدات كمان كتير بيلاقوا صعوبة أمرار باختيار يمكن كريم أو نوع معين بيناسب بشرتهم. أنتوا شو النصيحة اللي بتوجهوها لكل الأشخاص اللي عم يتجهوا عندكم؟ أهم نصيحة يتوجهوا على إنستيتوت وخاصة كلارنس، مش لأنه كلارنس بس هي الشغلة الوحيدة، أنه كل سيدة رح تجي لعنا رح يكون عندها بيلام نعطيها إياه، منعرف شو عم بتحس ببشرتها، شو لازم تستعمل التكستير. عنا كتير أنواع تكستير موجودين بقلب القام اللي عنا إياها، سو منقدر نعطيها البرودكت المناسب لإلها. وأهم شغلة منعلمها، منقعد وان تو وان نحن وياها نعلمها كيف تستعمل البرودكت بالبيت، يعني مش تشتريهم وتاخدهم على البيت وما تعرف شو بدها تستعمل. سو عم نعلمها كل برودكت له طريقة مخصصة نقدر تعرف تستعملهم ببيتها وتعيش هالإكسبيرينس رح تختبرها بالسبايات عنا. نحن متشكر وجودك معنا وكل التوفيق لكم. وطبعا نحن يعني قبل ما نودع كل ضيف ندعي الكل عن جد انه ينزل على هالإيفنت الضخم ويشوفوا ويستفيدوا اكثر يعني ما بيقدروا من كل البراندات الموجوده، ويكونوا على تواصل مباشر كمان مع اشخاص، مع بلوجرز مهمين ومع مصممين ايضا. شكرا لوجودك معنا ويعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا. مشاهدينا كمان رح نتوقف مع فيديو صغير بنشوفه سوا بعض المشاهد من افتتاح اللي صار امبارح.